إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة، منها الدعوة إلى الله عز وجل وأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة، لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره يدعوه إلى الإسلام قاله والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ثانيا لا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه حقه فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا يعصمه. ثالثا لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، فهذه معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام. رابعا في السلام لا يبدأه بالسلام ولكن يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال إذا سلم عليكم الكتاب فقلوا عليكم، فالمسلم لا يبدأ الكافر ولكن متى بدأ سلم عليك اليهود أو النصراني أو غيرهما تقلوا عليكم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر. ومن ذلك أيضا حسن الجوار، كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، تصدق عليه كان فقيرا تهدي إليه تنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله في الإسلام، ولأن الجار له حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصلي من جار حتى أظننت أنه سيورثه